عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم حضورنا الأعزاء في ندوتنا الحوارية لهذه الليلة بعنوان مستقبل الشباب المعيشي إلى أين؟ إنما تمر به منطقتنا اليوم في وفي ظل هذه الصراعات السياسية وعدم استقرار الأجواء يشكل صعوبة أمام السلطة في تهيئة الأجواء المؤاتية للنمو الاقتصادي، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية التي نعيشها الآن أو المتوقعة بسبب الانخفاض الملحوظ لأسعار النفط لاقتصادات تعتمد في جل موازنتها على بيع النفط. فهبطت أسعار النفط لأسعار قياسية ترجع إلى 8 أو 10 سنوات إلى الوراء في الوقت الذي رفعت فيه دول الخليج إنفاقها الحكومي بوتيرة مرتفعة في السنوات السابقة. تفاقم العجز في أغلب الدول والممالك النفطية مما حدا بها إلى رفع الدعم عن العديد من السلع الأساسية وتوقيف العديد من المشاريع الحيوية، وبدأت مرحلة من التقشف لا ندري إلى أين ستسير البلاد فيها. ورغم محاولات التطمين من السلطة إلا أن الوضع الحالي غير مطمئن، ونتوقع أو تتوقع العديد من الجهات الدولية عاما منهكا أي العام 2016، ولا زالت البورصات تشهد انخفاضا في مختلف الدول، كما أن البنوك توصي مستثمريها بالتخلص الفوري من استثماراتهم. وبطبيعة الحال العقاريين أيضا لا يبدون أكثر تفاؤلا، إذ أن العقار يشهد مرحلة ركود والأسعار متوقع أنها ستنزل من وقت لآخر. الوضع اليوم هو وضع نتقبل فيه الصدمات الواحدة تلو الأخرى، فإلى أين نسير وما تأثير ذلك خصوصا على شريحة الشباب الذين هم في مقتبل العمر وفي مرحلة بناء الحياة؟ بداية دعوني أرحب بضيفي الكريم الدكتور سيد هاشم الموسوي، عضو الاتحاد العام للنقابات وضليع بالشأن الاقتصادي. أهلا وسهلا بكم سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الشباب هم مصدر قوة وعز لأي وطن، هم بناة المستقبل، هم الذين يمثلون الثروة الحقيقية للوطن إذا أحسن استغلال طاقاتهم وتوجيهها للبناء، فإن الرابح هو الوطن. إذا أسيء استغلال هذه الطاقة أو تم إهمالها فإن الخاسر هو الوطن، كل الوطن. حياة الرسالة الإسلامية تحفل باستغلال طاقات الشباب، ويكفينا دليلا على ذلك الإمام علي عليه السلام، هو أول من آمن بالرسالة وهو أول فدائي في الإسلام حينما بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله ليسلم رسول الله، وحينما ضحى بكل ما يملك من أجل بقاء هذه الرسالة. دليل آخر استغلال رسول الله صلى الله عليه وآله لطاقات الشباب هو تأمير أسامة ابن زيد، وهو ذي 18 ربيع فقط، على جيش فيه كل الصحابة. لذلك فالشباب هم بناة الحضارة، وهم صناع الأمل بما يملكون من طاقات هائلة يجب استغلالها. بالنسبة لنا في البحرين، بدأت بعدة أسئلة حول استراتيجية الدولة لاستغلال طاقات الشباب، وسأتحدث عن فترتين، فترة ما قبل الأزمة المالية وبشكل مختصر فترة ما قبل الأزمة المالية وفترة ما بعد الأزمة المالية. هل تم استغلال طاقات الشباب من قبل السلطة في البحرين؟ وهل الاستراتيجية التي وضعت من أجل دمج الشباب
في سوق العمل، تدريب الشباب، دمجهم في سوق العمل، نجحت هذه الاستراتيجية؟ بعدها سأتطرق إلى آثار الأزمة المالية على الشباب. أولا، ما هي الاحتياجات للشباب قبل أن نبدأ؟ طبعا أنا أخذت مال 2013-2014، النسبة تقريبا لا تتغير بصورة كبيرة. الخريجين سنويا يفوقون 6000 من الثانوية العامة. هؤلاء طبعا بعضهم سوف يلتحق بالعمل وبعضهم سوف يلتحق بالدراسة، وأغلبهم يلتحقون بالدراسات الجامعية. فما هي الحاجة لهؤلاء الخريجين؟ أولا، يحتاجون إلى تعليم ويحتاجون إلى تدريب لإدماجهم في سوق العمل. بعدها يحتاجون إلى عمل لائق، ومن ثم سكن ملائم، صحة وخدمات، وأخيرا حرية في التعبير عن الرأي. يعني لا يمكن أن تستغل طاقة الشباب في توفير فقط مستلزمات المعيشة بدون أن تكون لهم حرية. الحرية شيء ضروري. أنا لن أتناول كل هذه العناوين. نحن نعلم مسألة التعليم وما هي وما هو التمييز في التعليم، كلنا يعلم ذلك، ولن أتطرق لمسألة التعليم الجامعي، ولكن سوف أتناول مسألة التدريب ومسألة العمل. حرية التعبير تم تطرق لها سابقا، ولن أتطرق لها أيضا لأن كل عنوان يحتاج إلى ندوة خاصة. أولا، البحرين وضعت خطة من 2004، بدأت في دراسة سوق العمل من خلال دراسة ماكنزي. بدأت هذه الدراسة ووضعت بعد هذه الخطة، وضعت استراتيجية تعتمد على هيئة تنظيم سوق العمل وعلى صندوق العمل من أجل دمج الشباب في العمل بعد تدريبهم، من أجل استغلال طاقات الشباب. وكانت الهدف من ضمن أهدافهم الأساسية زيادة عدد الأسر المتوسطة الدخل. الزيادة كانوا يطمحون فيها من يعني يرتفعون من 45% إلى 60%، ومضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي بحلول 2015 اللي فات علينا، والناتج طبعا والنصيب الفرد لم يتغير. هذه كانت الاستراتيجية سابقا، وكان من الأهداف إصلاح سوق العمل، تحسين صورة البحرينيين حتى يكونوا الخيار الأنسب للعمالة، الحد من اعتماد الاقتصاد على العمالة الأجنبية. وهذا ذلين نقطتين مهمتين، وأن يكون البحريني هو الخيار المفضل، وأن يقل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وخلق سوق عمل مناسب للمستقبل. بعدها جاءتنا في 2008 رؤية البحرين الاقتصادية 2030، كانت تعتمد 3 أسس، وهو التنافسية والعدالة والاستدامة، من خلال نظرتنا لسوق العمل وما خلقته من وظائف. هل استطاعت البحرين أن تلبي هذه الاحتياجات، أن توائم بين الاستراتيجية التي وضعت وبين الواقع المعاش؟ وهل هناك جدية فعلا لرفع مستوى البحريني وجعله هو الخيار المفضل؟ بعض الأرقام توضح لنا من 2004 إلى 2015 أين نسبة العمالة البحرينية وأين نسبة العمالة الأجنبية. 2004 كان عدد البحرينيين 118,000 في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، غير البحرينيين 210، كانت نسبة البحرينيين 35% تقريبا 36% 35.98، بينما نسبة الأجانب كانت 64%. 2008 السنة اللي وضعت فيها رؤية البحرين الاقتصادية، كان عدد البحرينيين 140,000 بينما الأجانب 163,000، يعني نزلت النسبة إذا جمع العددين، جمعوا نزلت نسبة البحرينيين
إلى 27%، وارتفعت نسبة الأجانب إلى 72%. 2015 السنة اللي المفروض يرتفع فيها نصيب الفرد البحريني من خلال رؤية من خلال الاستراتيجية اللي وضعت، 2015 أصبحنا البحرينيين 158,000 والأجانب 448,000، وصارت نسبة البحرينيين 26% بالمقارنة مع نسبة الأجانب 73%. هذه نسبة العمالة فقط، هذا الكم. الكيف أيضا، هل الوظائف التي خلقت في القطاعين العام والخاص استفاد منها الشباب البحريني؟ الوظائف ذات القيمة المضافة والقيمة المتوسطة، لأن من أهداف إصلاحات سوق العمل الارتقاء بمستوى الأسرة البحرينية من حالة الفقر إلى حالة المتوسط على الأقل، كما وضحت في الأرقام المفروض ترتفع نسبة الأسر المتوسطة حتى تكون عندنا طبقة وسطى في البحرين، ما تتم عندنا طبقة فقيرة وطبقة ذات غنى فاحش. فهل الوظائف التي خلقت في سوق العمل استطاعت أن تستقطب العمالة البحرينية، وفعلا التدريب استطاع أن يأتي ثماره؟ من خلال تتبعي إلى الجداول، وبطرح لكم هذا الجدول، وصل عدد الأسر الموظفين البحرينيين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار إلى 32,007 في الربع الثالث من 2015. أنا كنت طارح رقم سابق عن الربع الأول في ندوة في الوفاق أيضا، كان نسبة عدد البحرينيين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار كان يربو على 30,000. في الربع الثالث ارتفع هذا العدد إلى 32,000، يعني قاعدة ترتفع نسب الأسر الفقيرة على حساب الأسر المتوسطة، يعني يقل تقل نسبة الأسر المتوسطة وترتفع نسبة الأسر الفقيرة، وتبقى عندنا طبقتان فقط. إذا استمر الأمر على هذا المنوال سوف نجد طبقتان في المستقبل، لا توجد طبقة متوسطة، طبقة فقيرة وطبقة غنية. العمالة المهاجرة تحصل سنويا في المتوسط، أخذت المتوسط تقريبا من الرواتب 1,110,000,000 دينار، هذا في المتوسط، بالإضافة إلى الخدم أيضا، هذا بدون الخدم. الخدم أخذنا المتوسط تقريبا 106,000,000، معناها 1,200,000,000 سنويا العمالة المهاجرة بالخدم تحصل على رواتب من البحرين. لو قلنا هالمليار ومئتين مليون بيصرفون منها الثلث في البحرين وبتطلع منها ثلثين، معناها عندي أكثر من 800,000,000 دينار تطلع من العملة الصعبة، تطلع من البحرين، يمكن أن تستثمر في الداخل لو تم الاعتماد على العمالة الوطنية. في الرواتب أو يعني الوظائف التي خلقت في سوق العمل في 2015 أيضا طرحت أرقام سابقة الربع الأول، الآن هذه أرقام الربع الثالث من 2015. الرواتب من بين 300 إلى 349، اللي وفرت الوظائف 565 وظيفة، 257 منها راحوا إلى مواطنين، 308 وظائف راحت إلى أجانب، وهكذا تنزل النسبة إلى أن نصل إلى الرواتب ذات القيمة المرتفعة من 800 إلى 899، أو من 800 إلى 899، 93 وظيفة وفرت في سوق العمل في البحرين، فقط 8 وظائف إلى البحرينيين و85 وظيفة راحت إلى الأجانب. من 900 إلى 999 45 وظيفة وفرت في سوق العمل، 5 وظائف فقط إلى البحرينيين، بينما 40 وظيفة راحت إلى الأجانب. من 1000 إلى 1499 215 وظيفة فقط، منها 8 وظائف إلى
البحرينيين، 207 وظائف إلى الأجانب، وما فوق 1500 دينار 304 وظائف، فقط 9 وظائف منها إلى البحرينيين و295 إلى الأجانب. هذا يبين لنا نجاح استراتيجية البلد في تدريب العمالة المواطنة ودمجهم في سوق العمل للحصول ليكونوا الخيار المفضل للقطاع الخاص. هذا يبين لنا أن معظم الوظائف التي خلقت في القطاعين العام والخاص وأغلبها في القطاع الخاص ذات القيمة المضافة وذات الأجور المتوسطة معظمها ذهبت إلى الأجانب بدلا من أن تذهب إلى البحرينيين. أحدث الدراسات اللي تتحدث عن البطالة بين الشباب في البحرين، دراسة مؤسسة الخليج للاستثمار في 2012 تقول بأنه النسبة وصلت إلى 8% بين الشباب من 19 إلى 25 سنة، تصل إلى 28% نسبة البطالة، هذه في 2012. وتقرير وزارة الخارجية الأمريكية اللي اعتمد على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقول بأن معدل البطالة يصل بين 15 إلى 20%، وهذه في 2014 من 15 إلى 20% في البحرين، يعني أكبر بكثير من النسبة التي تطرحها الدولة. هذا ما قبل الأزمة المالية والاستراتيجية اللي وضعت وكيفية تطبيقها المالية. يعني أنا أخذت فترتين ما بعد الأزمة المالية من 2004 إلى 2015، وما بعد الأزمة المالية ماذا سيكون عليه وضع الشباب؟ طبعا نحن نعلم بأن صافي الإيرادات في البحرين في الموازنة اللي طرحت ل 2015 و 2016 2017 صافي الإيرادات ل 2015 احتمال أنا غلطان 2016 2017 لأن السنتين الماليتين القادمة أو 2015 2016 بالضبط 2015 2016 صافي الإيرادات 2 مليارين و 2.097 اللي هو مليارين تقريبا 97 مليون دينار. الإجمالي المصروفات 3.6 مليار، عندنا عجز 1.5 مليار دينار، 2016 2.177 اللي هو مليار دينار صافي الإيرادات، بينما المصروفات 3.68، عندنا عجز 1.505، وهذا بيزيد العجز بسبب تدني أسعار النفط أيضا من جديد. مع هذا معناه بأن يعني سوق العمل سوف يغلق على المواطنين، وشفنا الكثير من يعني الكثير من أوجه الدعم إلى بعض الوزارات ومنها وزارة الصحة تم توقف، معناها أن بيأثر حتى على مسألة التوظيف والتدريب. وفعلا وزارة الصحة أعلنت تقليص نفقات التدريب أيضا. هذا لن يؤثر لا على مصروفات المصروفات يعني الإدارية للدولة، المصروفات اللي تعتمد على الوزارات تعتمد عليها الوزارات السيادية، ولن يؤثر على العمالة الأجنبية، بل سوف ينعكس على المواطنين بصورة أساسية. وهذا مثلين سريعين حدثوا لنا. شركة ناس أعلنت بأن لها مستحقات مترتبة على وزارة الأشغال وشؤون البلديات تقريبا 2.5 مليون دينار من 2013 وما دفعت، وسوف تسرح 194 موظف خلال الشهور السبعة المقبلة. شركة ألبا أيضا أعلنت بأن عندها عمالة زايدة 200 إلى 300 موظف عمالة زائدة سوف تتخلص منهم بعروض التقاعد المبكر، هذا يقلص فرصة الشباب في الحصول على وظائف في الفترة القادمة.
إذا يعني هل هذا الأسلوب الذي يتبع هو اللي سوف يعني يوجد حل؟ الآن حاولت الدولة تقلص النفقات من خلال رفع الدعم، من خلال دمج بعض الهيئات وتقليص النفقات في بعض الهيئات والوزارات، هل هذا الأسلوب هو الذي سوف يعني يستقطب يحل مشاكل المواطنين ويستقطب الشباب ويمكن أن يعني يوفر مبالغ لتدريب الشباب؟ أنا أعتقد هذا لن يؤثر أبدا، لذلك أنا أرى بأن الحل السياسي هو الأساس للتغلب على المصاعب المالية. أولا الحل السياسي سوف يقلل نفقات المصروفات في قطاع الإدارة العامة. الإدارة العامة من ضمنها طبعا كل التشكيلات الأمنية، سوف يقلل الاعتماد عليه إذا صار حل سياسي. الآن تستقطب الإدارة العامة ووحدها أكثر من مليار دينار. سوف يخلق بيئة جاذبة للاستثمار، متى ما وجد الاستقرار جاء الاستثمار. أيضا سوف يتم التحكم من خلاله في الوظائف. الآن سوق العمل شبه مغلق في الوظائف المهمة على المواطنين، يعني ذات القيمة المضافة والمتوسطة. بعدين في حالة وجود حل سياسي سوف تنتهي هذه المسألة وسوف يوفر الوظائف للبحرينيين. سوف تستثمر الأموال في الداخل، الأموال اللي قاعدة تطلع الحين برا وبينتها تقريبا، يعني لو قلنا الثلث يصرف فقط في البحرين، أكثر من 800 مليون دينار للأجانب تخرج من البحرين. هذه إذا حصلوا البحرينيين على الوظائف سوف تستثمر الأموال في الداخل بدلا من أن تذهب الأموال إلى الخارج. وأيضا الحل السياسي سوف يفعل الرقابة المالية والإدارية، سوف يفعل على أداء السلطة التنفيذية من خلال ممثلين حقيقيين، ممثلين يستطيعون أن يراقبوا الأداء. متى ما وجدت الرقابة قل الفساد، واستطعنا أن نستقطب من خلال هذا يعني من خلال القضاء على الفساد نستقطب فقط الشباب، فعلا الشباب للاستراتيجية الموضوعة، وإلا الاستراتيجية سوف تكون غير ذات تأثير في ظل وجود الأزمة السياسية التي تستتبع مشاكل مالية ومشاكل اقتصادية. هذا تقريبا بصورة مختصرة ما قبل وما بعد. أنتم سيد في سؤال حول الإصلاحات المرجوة. الآن نحن نمر بأزمة سياسية وأزمة اقتصادية، وكان هناك حديث حول الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتنويع مصادر الدخل، ومثل ما أشرتم سيدا أن هذه لم تتم، وخلال السنوات التي مرت لم يحدث أي تقدم، إلا أننا اليوم بحاجة إلى تعديلات جدية على النظام الاقتصادي، منها العمالة والاعتماد على المواطن البحريني. هذا الأمر لا يمكن أن يكون فقط من الحكومة نفسها، ما دور الشركات، ما دور أصحاب الأعمال، ما دور الشعب نفسهم في هذه الإصلاحات؟ نعم، أنا أعتقد يعني الحجر الأساس يجب أن يكون من خلال أرضية مهيئة. يجب أن تؤمن السلطة بضرورة وجود إصلاح سواء كان سياسي أو اقتصادي، حتى تتهيأ الأرضية لمساهمة المواطنين ومساهمة أصحاب الأعمال في بناء الوطن. ما زلنا في البلد نعتمد تقريبا 88% على إيرادات النفط، وهذا يخلق لنا مشكلة. متى ما قلت أسعار النفط المواطن لا يستطيع أن يسهم بشيء كبير. أنا يعني أتذكر الأزمة المالية سابقا، كادت أن تفلس دبي، لأن حتى يعني ترى طريقة الاستثمار في دبي ترى مو هي الطريقة الصحيحة. دائما الناس تستدل بدبي، أن دبي هي من أفضل دول الخليج التي استطاعت أن تنوع مصادر الدخل. ترى حتى طريقة غير صحيحة، لأن استثمرت في البناء ولم تستثمر في الإنسان. دبي بناء الحجري تشوف له بنايات شاهقة. عندما جاءت الأزمة المالية كادت أن
تختلي هذه البنايات وكادت أن تفلس دبي، وتم تعويضها بطريقة خطأ. بدلا من أن نفكر كيف نعيد تفكيرنا في بناء استراتيجيات تعتمد على الإنسان، عوضناها من أموال النفط، 10 مليارات دولار من أموال النفط أبو ظبي عوضت دبي حتى تخرجها من الأزمة المالية، وبالتالي لم نعالج المشكلة من أساسها من جذورها. ترى بيجينا أزمات ثانية. لو فكرت دول الخليج سابقا بعد الأزمة المالية أنها تستثمر في الإنسان الخليجي، أيضا البحرين لو استثمرت في هذا الإنسان لاستطاعت التغلب بسهولة على الأزمة المالية. ولكن المشكلة ما زلنا نعتمد أولا في الداخل، نعتمد 90% معظم دول الخليج على واردات على مصدر النفط، وتعتمد أيضا بنسبة 80% على العمالة الأجنبية. يعني المعادلة ما زالت صعبة. أنا أعتقد حتى في المستقبل صعب التغلب، حتى لو ارتفعت أسعار النفط صعب التغلب على هذه الأزمة. ومن خلال يعني مقارنة، الإدارة العامة أكثر من 1 مليار، العمالة الأجنبية أكثر من 800 مليون، هذا فقط صافي الإيرادات راحت على العمالة الأجنبية وعلى الإدارة العامة. زين أرباح الديون اللي علينا، فمعناه أن احنا بنعاني من عجز لفترة طويلة. هناك مسألة وهي مسألة دعم الأشقاء الخليجيين إلى مملكة البحرين. يعني خصصت ميزانية 10 مليارات في عام 2011 لتمويل مشاريع حيوية، وهناك عديد من المستثمرين يعولون على نجدة الدول الخليج العربي إلى شقيقتهم الصغرى وهي البحرين. فهل هذا سيحمي البحرين بشكل ولو طفيف من الأزمة؟ نعم، يعني حتى نكون في الصورة، مسألة الدعم الخليجي هو طبعا مارشال، وهذا يأتي على أحيانا يأتي على صيغة مشاريع، وأنت تحتاج الآن إلى استثمار طاقات بشرية. حتى نكون في الصورة، يعني نشوف كم الدعم اللي يجينا يدخل على الموازنة في 2016 2015. طبعا هذه إجمالي الإيرادات 2015 2016، صافي إيرادات النفط 1.8 ما تبين، يعني مشكلة له. على يعني بطرحها بشكل الأرقام بشكل سريع. إجمالي إيرادات النفط والغاز 1.8، إجمالي الاحتياطات القادمة 20 مليون دينار، إيرادات غير نفطية، الإعانات فقط المطروحة في ميزانية 2015 28 مليون دينار، ومطروحة في ميزانية 2016 28 مليون دينار. يعني هذه الإعانات لا تستطيع أن تغطي أوجه العجز في الموازنة، 28 مليون دينار. هذه الإعانات لم تحدد طبعا من أين تأتي، لكن أغلب الإعانات اللي تروح على مشاريع، لذلك أنا لا أعتقد أنه سوف تتغلب على سيد. الحين نشوف أن عديد من الشباب يمكن يعمل مثل ما أشرت دون خط 300 دينار، بس يمكن تكون في إعانات موجودة نتيجة للفائض الموجود مثل علاوة الغلاء أو علاوة السكن. هي الأشياء من المرشح أن تزول في حال وجود عجز مالي كبير، ومثل ما أشرت ستكون هناك شريحة فقيرة بشكل أكبر بسبب محدودية المدخول وبسبب ارتفاع المصاريف. فما نحن مقبلون عليه في المستقبل، وهل يمكن تلافيه الآن؟ طبعا وضحت، يعني إذا لم يتم التدارك إلى حل سياسي حتى نخلق بيئة جاذبة للاستثمار، ننوع مصادر الدخل ونستثمر في الإنسان البحريني، نستغل طاقات الشباب، فنحن مقبلون على مرحلة سوف نشهد فيها ارتفاع مستوى الأسر، ارتفاع نسبة الأسر الفقيرة بصورة كبيرة، خصوصا مع رفع الدعم الآن عن كثير من السلع
ومع توجه الدولة لتقليص النفقات في الوزارات الخدمية والهيئات الخدمية، بينما بقاء نفقات الإدارة العامة على ما هي عليه، هذا سوف يؤثر طبعا على مستوى الأسر المتوسطة والفقيرة، ويجعل كثير من الأسر المتوسطة تنزل إلى مستوى الأسر الفقيرة، مثل ما بينت بالأرقام. في الربع الأول من 2015 كان اللي يقلون عن 300 دينار عندنا فوق 30,000، في الربع وصلوا 32,000. يعني نتصور في الربع الأول من 2016 بيرتفع عن 32,000 أسرة رواتبهم أقل من 300 دينار. سيد، في مقولة أو يقول الخبراء الماليين أن هذه الأزمة المالية ستكون أشد وطأة من الأزمة العالمية السابقة التي حدثت في 2008 للارتباط الوثيق لدول الخليج بأسعار النفط، تعتمد في جل ميزانيتها مثل ما أشرتم 85% على الأقل على النفط. فما الواجب الذي علينا تعلمه من هذه الأزمة كدول خليجية تعتمد في جل ميزانيتها على النفط؟ مثل ما أشرتم يعني من تنويع مصادر الدخل نحتاج إلى خطوات عملية أكثر، كيف يمكننا إحداث ذلك؟ نعم، أحسن. يعني تقريبا أنا أشرت إلى الموضوع أكثر يعني في أكثر من مداخلة الآن. يجب علينا من خلال الأزمات أن نتعلم. مرت علينا الأزمة المالية سابقا 2007، والآن أزمة النفط. الأزمة المالية لم نستطع عن يعني الدول الخليج لم تستطع أن تأخذ عبرة من هذه الأزمة، وبالتالي عندما جاءت أزمة أسعار النفط الآن تكرر الموضوع بصورة أكبر. يعني ممكن الأزمة المالية لم تؤثر، الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على المواطن بصورة مباشرة، بينما أزمة تدني أسعار النفط الآن والأزمات الموجودة في المنطقة، عدم الاستقرار، أثرت بشكل مباشر على الجميع، على كل المواطنين. وبالتالي أنا أعتقد بحاجة دول الخليج لأن تقف وقفة تأمل، تقف وقفة تأمل مسألة يعني مسألة الاعتماد بصورة كبيرة على النفط. هذه يجب أن يتوقف عنها عندها تنويع مصادر الدخل. مسألة الاعتماد بصورة كبيرة على العمالة الأجنبية يجب أن يتوقف عندها أيضا، لأن العمالة الأجنبية لن تستثمر أموالها داخل البلدان الخليج، بل العملة الصعبة تخرج أكثر من 100 مليار دولار سنويا تخرج من دول الخليج من عمال المهاجرة. أيضا مسألة الاستقرار مهمة حتى تكون نخلق بيئة جاذبة للاستثمار. يعني يجب أن نعتمد على المواطن، وإذا أردنا أن نعتمد على المواطن يجب أن نخلق أجواء حرية. أجواء الحرية جدا مهمة حتى يكون المواطن شريك في صنع القرار. بالنسبة إلى موضوع رفع الدعم عن السلع الأساسية وفرض مزيد من الضرائب والرسوم حذوة بدول المنطقة وبالاستراتيجية البنك الدولي، هل ممكن هذا الشيء يساعدنا في احتواء الأزمة أو تخفيف من وقعها؟ يعني هل ما تقوم به السلطة يعتبر يعني من الأفضل ونحن نشجع على هذه الأمور، أو هي ليست الحل الوحيد أو الكافي؟ لا تأخذ شباب بعد الجماعة مشارك. لا الحين هذا آخر سؤال. على كل مسألة رفع الدعم، أنا أعتقد يعني رفع الدعم هذه لن توفر حتى 20% من مسألة العجز. يعني تتبعت الأرقام طبعا، يعني حتى نعرف الدولة تدعم اللحوم 47 مليون دينار، وتدعم المشتقات النفطية ب 268 مليون دينار، تدعم الكهرباء ب 350 مليون دينار، وتدعم الغاز ب 610 ملايين. يعني لو جمعناهم يفوقون
المليار دينار. تتبعت مسألة الوفر الذي ستوفره الدولة من خلال رفع الدعم. إعادة توجيه رفع الدعم على اللحوم يوفر 27 مليون. 27 وهي طبعا 47 اللحوم. حسب التوقع بالنسبة إلى الكيروسين أول سنة 4 ملايين فقط. والديزل 7 ملايين، هي كلها في السنة الأولى 7 ملايين وأربعة وعندنا 27. والبنزين سيوفر 56 مليون. والكهرباء لحد الآن غير معروف، الكهرباء في الأساس 350، يعني المتوقع 50 مليون أو أكثر سوف توفر، لن يكون التوفير أكثر من 150 مليون دينار. مسألة رفع الدعم عن كل هذه السلع، بينما نحن نعاني من عجز 1.5 مليار دينار. لا إيه يعني ما بنوفر أكثر من 10%. لذلك قلت بأن الحل السياسي هو اللي بيوضع حل لهذه الأزمات، لأن الحل السياسي بيوقف الصرف على الإدارة العامة أكثر من مليار، صرف على الإدارة العامة بيقلل منها، وبيوقف الفساد، وبيوقف ايضا هذا يعني التسارع في اعطاء العمالة الاجنبيه الوظائف المرتفعه، فبيوفر لك نسبه كبيره. اما مساله رفع الدعم 10% 15% ما لا اعتقد انه سوف يوجد حل. احسنتم سيدنا، الان الباب مفتوح الى المداخلات، اللي يحب يتفضل يسال او يداخل. يعني هذا أشرت إليه فعلا بأنه ما زال الأجنبي هو الذي يستحوذ على الوظائف، وللأسف إصلاحات سوق العمل قالت بأنه البحريني يجب أن يكون خيار مفضل، وترتفع نسبة البحرينيين بالذات في إلى 2015 المفروض خلاص يعني نسبة البحرينيين ارتفعت بصورة كبيرة، لكن في 2012 بعد ما وجدت إصلاحات سوق العمل للبحريني يكون خيار مفضل، 2012 تم تعديل قانون العمل وتم حذف المادة السابقة المادة 13 التي تعطي الأولوية في التوظيف للبحريني ومن ثم العربي ومن ثم الأجنبي، وفي حال التخلص الأجنبي ثم العربي ثم البحريني، اللي صاير لا بالعكس الآن المادة أوردي حذفت، وهذا نتاج خلل في عدم وجود يعني سلطة تشريعية ورقابية حقيقية. شكرا سيدنا على هذا العرض. لعل بعض الملاحظات السريعة على ما تفضلت به،
بخصوص الدعم الذي أشرت إليه والأرقام الكبيرة في دعم الكهرباء تحديدا، هذه كلها مبنية على ما ورد في الميزانية من سعر النفط وكم يصرف على إنتاج النفط بتلك الأسعار. واقعا كثير من هذه الأرقام يجب إعادة النظر فيها. بعد انهبطت أسعار النفط، هل يبقى حساب الدعم كما كان سابقا؟ هذا موضوع يعني أتصور أن بعض هذه الأرقام توضع من أجل تبرير رفع الأسعار أو رفع الخدمات، أسعار الخدمات التي تقدم للمواطنين. اللي احنا وصلنا إليه نتيجة طبيعية لسنوات من الصرف الغير محسوب، كان يصرف أحياناً من أجل يعني هذا اللي حصل في دول الخليج بشكل عام، أن دول ريعية تعتمد هناك سلعة، تصور بأن هذه السلعة راح تكون باقية عندنا وهذه النعمة مستمرة، فبإمكاننا الصرف بأي طريقة، وما تم اتخاذ خطوات من أجل تفادي مثل هذا الوضع، رغم أن الدراسات كانت واضحة بأن المخاطر موجودة والعولمة اللي قاعدة يعني تفرض نفسها تهدد دول الخليج. يعني حتى لو ما جت الأزمة الحالية من انخفاض أسعار النفط، كثير من الأمور راح تضغط علينا. أنتم أشرتون إلى مثلاً، أو السيد أشرت إلى حذف المادة اللي تفضل البحريني والعربي، لأن ببساطة البحرين وقعت على مواثيق دولية هي لا يمكنها الالتزام بمثل هذه يعني المادة القانونية. فهناك أنت ماشي في خط عولمة وتبغى تستفيد من أجواء أنت ما استفدت، بس خليت الآخرين يستفيدون. يعني أنت حذفت هذه المادة وما خلقت البيئة اللي تخلي البحريني هو الخيار المفضل. البحريني كان ممكن يكون الخيار المفضل لو كان هناك برامج تدريب وبرامج تشجع الشركات البحرينية على توظيف البحرين، يعني تكون هناك حوافز إلى هذه الشركات. هذه الحوافز لم تخلق، وأنا أتذكر بأن احنا قدمنا بمقترح بقانون في الفصل التشريعي الثاني من أجل دعم البحرينيين في القطاع الخاص، وكان تبريرنا يومها للمشروع أو مقترح بقانون بأن هناك 400 أو 500 مليون دينار مقدرنا يتم تحويلها إلى الخارج. مشروع القانون قدرنا بأن محتاجين لما ذكر 30 مليون دينار أو ما شابه، اعتبرناه مبلغ بسيط، بس هذا المبلغ البسيط حينما يدفع بآلية معينة لأصحاب الرواتب التي تقل عن 400 دينار بحيث تشجع المواطن أن يتقدم إلى سوق العمل لأنه راح يحصل على وظيفة مجزية، هذا كان يوفر علينا مبالغ كبيرة من المبالغ اللي تحول إلى الخارج سنويا، لأن راح تروح لها الشريحة من العمالة. مع الأسف أن مثل هذه الأفكار وقفت الحكومة وقفة يعني صلبة جدا ضدها، بحيث أن المقترح بالقانون ما تحرك. فهذه يعني الآن أتصور أنت سيد نبيل، إحنا محتاجين لحل سياسي ومحتاجين تخفيض النفقات في قطاع الإدارة العامة. الحل السياسي بالشكل اللي أنت طرحته، ألا ترى، وهذا سؤال إليك،
ان ايضا معناه راح يضيق على قطاع اخر من المواطنين، لانك انت لما تخفض الانفاق في الاداره العامه راح يكون استهداف كبير الى الموظفين ايضا اللي هم بحرينيين. تعطي السيد لو جاوب. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة واحدة. شكرا صاحب الدكتور سيد هاشم على طرحه. طبعا أنا ما جبت البداية سامحنا. كان السيد يعني متواضع ودكتور ما شاء الله عليه وجاد باحث، احنا دائما لازم توادرنا بعد نطرح استاذ. الله يعطيكم السيد. اللي انا اعتقد في نقطة مهمة جدا يعني في موضوع حل الأزمة الاقتصادية، لأن الطبقة طبعا ما نختلف الطبقة بالحل السياسي يعني غياب الحل السياسي وفصل عن الأزمة ما يمكن، لأن يبقى يعني النظام السياسي بهذه التركيبة سواء سلطة تشريعية أو سلطة تنفيذية أو قضائية أو أمنية أو إعلام أو كذا يعني ينتج ويجتر أزمات تتلو أزمات. يعني هناك فعلا يعني هناك إعادة يعني بنية النظام السياسي من ناحية تشكيلات هذه القوى، وأن تكون فعلا فيها تنفيذ شعبي يكون الشعب مصدر السلطة. هاي من جهة. من جهة أخرى أنا أعتقد هناك شيء مهم بالنسبة إلى مفضلت يعني أن يكون مثلا البحريني من هو المفضل كما كانت في تونتيثيرتي يعني قلت البحرين في تونتيثيرتي، وأن القطاع الخاص هو الذي يقود الاقتصاد في البحرين. وهذا طبعا إحنا الآن بعد هالأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية صرنا بعيد عن الطروحات هذه، إذا كان متوقعينها 2030 ولا بعد 2050 بعد بالسنة. ليش؟ يعني غياب الحل السياسي من جهة، الشيء الثاني هو تشوه هيكل النظام الاقتصادي، يعني بقاء النظام الاقتصادي فيما فضل بعضهم اقتصاد ريعي 86% من الدخل البحري يجي من النفط، يعني في مقاربة 90%، وأنت بنية هذا الاقتصاد لم تعيد النظر فيها بحيث التنوع مثلا تنوع مصادر الدخل. انا اعتقد بيبقى هكذا ينتج ويستقطب من العمالة الرخيصة، لانه اقتصاد ريعي 70-60% ممكن من الميزان يروح للموظفين في القطاع العام، وفي القطاع الانشائي كما تفضلت يعني اشتغلنا تماهيا مع نهضة دبي، رحنا في أبراج ما أبراج بحرين بي وكذا، والنتيجة هذه أكثر الأعمال تشتغل فيها أعمال رخيصة وغير ماهرة يعني في البحرين شيء طبيعي غير ماهر. بينما كمان تفضل مثلا دكتور منصور في الأحمد الأسبوع اللي فات ما استبوع وغيره، يعني هناك سمون اقتصاد الرقمي، هناك اقتصاد المعرفي، اقتصاد الذكاء، هذه اليوم مجالات واسعة في عالم المعرفة وفي عالم التقنية والمعلوماتية اللي هنا يضيق عليها بيئة قانون. فأنا أعتقد في مجالات كثيرة ممكن فعلا لو تم إعادة النظر في قضية بنية النظام الاقتصادي. هاي النقطة الثالثة. النقطة الثالثة متعلقة بموضوع القطاع الخاص، قطاع التجارة. يعني التجارة كذلك يعني ما لم فعلا تكون هناك يعني حتى نظرة يعني رؤية 2030 طرحت تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة في توزيع الثروة، ما يكون البحريني هو الـ يعني الخيار الأول في مجال التوظيف والاستثمار وكذا، بينما فيما تفضل أخينا أبو عمر يعني كثير من البرامج هي بعيدة عن البحريني، يفضل يعني في الآن وظائف في القطاع الخاص رواتب إحنا واصل إلى 1000 دينار. أنا أتذكر إحنا يوم كنا نفس النواب نتكلم يا وزير العمل السابق فور مجيد علوي يقول عندنا 10,000 وظيفة في القطاع الخاص تقريبا رواتب حدود 1000 دينار، كنا نعمل أن يكون البحريني يتبوأ هذه المراكز، بينما تجد أن تراجع الأرقام ستجد أن كثير من الأجانب يتبوؤون هذه الوظائف، ممكن أن أهيل البحريني فيها وخليه يتبوأ وبنص شيء من البطالة
وممكن افتح افاق بالنسبه الى القطاع الخاص بالذات، لان اعتقد القطاع الخاص يشكو، واحنا شفنا المشاكل موجوده في الغرفه، يعني بغض المشاكل الداخليه بينهم، لكن القوانين التي تم فرضها عليها في القطاع الخاص ما تاهل البحرين ان تكون فعلا تصل على قولتهم اقتصاد حر واقتصاد سوق يستطيع ان يقود الاقتصاد قبل كما كان، وان كان بسيط هو ايام ما قبل النفط، لكن هو القطاع الخاص كان هو تقريبا اللي يقود الاقتصاد في البحرين. انقلبت الصوره بعد سنه 1932 بانتاج اول اللي هو بئر في الخليج اللي هو بئر البحرين، وبدات تتكل كل دول الخليج مثل البحرين على موضوع النفط، تركوا اللولو وتركوا السمك وتركوا الزراعه وتركوا التجاره العدله وتركوا آفاق الجديده في الاقتصاد اليوم، الاقتصاد الرقمي والمعرفي. شكرا. اخر مداخله لان الوقت محمد عطى السيد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ما راح اطول عليكم، الاخوان تفوقوا، شكر جزيل للاستاذ العزيز السيد بارك الله فيه على هالعرض الجيد والمعلومات والارقام اللي فعلا استفدنا منها من خلال هذه الامسيه. كنت اتمنى ان يكون في ايضا ارقام واقعيه لنسبه البطاله اللي نعاني منها كبحرين في الوقت الحاضر، بغض النظر عن الارقام الرسميه المعلن عنها. كذلك نريد احنا شوي نسلط الضوء على مساله هيئه تنظيم سوق العمل وتمكين، يعني هالمؤسسات اللي في الاساس انشئت من اجل خدمه تحقيق اهداف هذه الاستراتيجيه. ولكن مع الاسف الشديد نشوف بان الان جهود، استطيع القول بانها جهود مبعثره غير منظمه وغير استراتيجيه. يعني ما في هنالك الان مؤشرات تحليل كالكي بي اي، ويعني مؤشرات فعلا نقدر احنا نقيس اداء هذه المؤسسات اللي هي بالواقع دخلها بالملايين وايضا صرفها بالملايين، ولكن لا نعرف اين تذهب هذه الاموال وهذه الملايين. هل فعلا هذه الصرف، هذا الصرف يخدم تحقيق اهداف هذه الاستراتيجيه المفترض ان تكون خاليه منها؟ وشكرا. حسن. شكرا. يعني اولا بالنسبه الاثارات اللي اثرتها الاخ محمد جميل ابو عمار، بالنسبه للاتفاقيات الدوليه ترى يعني ما تمنع الدوله بانه تعطي اولويه للمواطنين. من ضمن ما صادقت عليه البحرين العهد الدولي للحقوق المدنيه والاقتصاد، للحقوق الاقتصاديه والثقافيه والاجتماعيه، ينص بكل صراحه على حق الشعوب في التمتع بثرواتها وإدارتها. والنفط طبعا ثروة وطنية، 88% من إيرادات البلد يعتمد على النفط، وهذا حق للشعب أنه يدير هذه الثروة، وبالتالي من حق المواطن أن يحصل على أولوية في التوظيف على أساس أن البلد يعتمد على هذه الثروة، وهذا بشكل صريح في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافة الاجتماعية. بالإضافة إلى أن منظمة العمل العربية عندما عقد 2010 مؤتمر العمل العربي في البحرين، كنت حاضر فيه أنا طبعا، كان هناك ميثاق العمل العربي يعطي الأولوية في التوظيف للمواطنين طبعا في الدولة، ومن ثم للعرب سهولة التنقل العمالة العربية بين الدول العربية. هم يعني موجودة اتفاقيات عربية، منظمة العمل العربي مشابهة للاتفاقيات الدولية، فما أعتقد بأنه في مشكلة لأي دولة بأنها تحافظ على عمالتها الوطنية من خلال قانون. حتى الاتفاقيات الدولية ما تتعارض. يمكن هم يتحججون يقول لك احنا وقعنا على اتفاقية عدم التمييز، اتفاقية عدم التمييز يعني تلزمنا بأن احنا ما نميز بين مواطن وبين غير مواطن،
على إيه؟ لا أساس عرق ولا طائفة ولا النوع. الضابطة سيدنا بس عفوا يعني. إيه. هي الضابطة كيف تعرف من الوظائف العامة كما كان في قانون الحكومة المدنية. إيه. وهذه أرادوا يحبثون بها في الفترة الأخيرة بعد. بس هي ما يقول لك ما فضل معمار مع قرارات منظمة العمل الدولية. هي حجة. هي حجة مسألة هذا. أنا يعني أكثر شيء عندهم اتفاقية التمييز أكثر شيء، لكن من حق الدولة أن تحفظ بتشريعاتها خصوصا إذا كانت تعتمد على ثروة وطنية وفي في 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 يعني في الموارد مالها على الثروة الوطنية، من حقها أن تحافظ على المواطنين مالها أيضا، والعهد الدولي اللي وقعت عليه البحرين أيضا يعطيها هذا الحق. ولو ما في عندهم هذا الحق ما وقعوا على ميثاق العمل العربي في البحرين. ميثاق العمل العربي عقب سنتين فقط المادة حذفوها. هذا شيء. بالنسبة إلى التأثير على موارد أخرى، مثلا إحنا عندما نتكلم عن حل سياسي وعن مسألة تقليل المصرف على الإدارة العامة، طبعا الإدارة العامة أنا أقصدها يعني أنا بعطي بس بعض الأرقام فيها، ما بطرح كل الأرقام. الإدارة العامة من ضمنها الدفاع تأخذ 494 مليون دينار للسنتين اللي بيجون، ما تغير 494 مليون دينار هاي من الإدارة العامة. بالضبط. الداخلية 284 مليون إلى السنتين أيضا ما تغيرت، هاي من الإدارة العامة أيضا تعتبر. الأمن الوطني 38 مليون وغيرها، يعني أكثر من جهاز تقريبا، فتوصل نسبة جدا كبيرة تفوق 900 مليون. الإدارة العامة بصورة كاملة حتى الدواوين تعتبر من ضمنها، يعني دواوين المسؤولين، فتكون أكثر من مليار دينار. بالإمكان التقليل منها هذه لأن الآن تصرف، لأن يعني بحجة الحاجة إلى وجود مشكلة. بالضبط. إذا انتهى هذا المشكل سهل. حتى وزارات الدولة، لا هذه ما تعتبر إدارة عامة، إدارات خدمية هذه تختلف، يعني في لهم تسميات في الموازنة أيضا. هذه تعتبر إدارة عامة، والوزارات الثانية هي وزارات خدمية، يعني المسمى لها في الموازنة موجود أيضا. هي المهم يعني تختلف عن الإدارة العامة. هذه الإدارة العامة تقريبا السيادية والدواوين بالكامل، من ضمنهم وزارة الخارجية أيضا، هذا تعتبر كلها إدارة عامة. أنا أتفق يا سيد جميل، إعادة النظر في بنية النظام الاقتصادي، وهذا يعني كنا من زمان دائما يعني كل المؤتمرات تركز عليه، المؤتمرات العمل العربي نتحكي عنها، والندوات اللي تعقد في منظمة العمل الدولية والعربية، يجب أن تسعى الدول العربية بصورة عامة لتنويع مصادر الدخل، ويجب أن تعيد النظر. لكن كل سنة تكرر في المؤتمرات، تكرر في الندوات ورش العمل، بس لحد الآن ما في شيء عملي يعني لاحظناه في أي دولة عربية تقريبا. بس أنا أتفق ويا هذه، وهذه دائما يعني يشار إليها. الأرقام نسبة البطالة طبعا ما عندنا إلا سيد، ما عندنا إلا الدراسات اللي طرحتها، دراسة مركز الخليج للاستثمار ودراسة والمركز المائي للأمم المتحدة اللي اعتمدت على وزارة الخارجية الأمريكية، بس ما عندنا دراسات ثانية تقريبا لحد الآن. أي النسب فقط تتحكي عن النسب. تكلمت عنهم تقريبا في المجمل عن استراتيجيتهم وإخفاق استراتيجيتهم في دمج المواطن البحريني في سوق العمل. عندنا مداخلة أتوقع أو تهينا. عندنا مداخلة وبعدها توجد كلمة لمركز البحرين الشبابي محمد. إلى يا الله أنا آسف جدا متأخر، بس حبيت أتكلم فيما يتعلق بأسلوب الأنجع لحصول الشباب على حقوق. أنا بذكر بشكل سريع في عهد الدكتور علي بطل الله عمره إن شاء الله، كادت التربية أن تصل إلى نسبة تحقيق البحرنة في مجال
يتبع التعريف الحكومه عن طريق معهد معلمين عن طريق المهم الدعاسات الخارجيه المهم يعني الامر اللي يجب ايضاحه انه ما في سياسه لاستيعاب عدد الخريجين السنويين السنوي في البحرين من الشباب. يعني الدكتور علي فخرون كان عمل يعني ممتاز. هذا في قطاع الحكومه فقط، فما بالك قطاع التعليم، منو قال لك ان مثلا مدرسه بريطانيه ما يستطيع ان البحريني يشتغل فيها او مدرسه هنديه او كذا. انت عليك ان يكون عندك خطه لتاهيل هذين الشباب للعمل في المدارس الخاصه. فيما يتعلق بتوظيف الشباب في القطاعات الاخرى ينطبق عليه نفس الشيء، هو عدم وجود سياسات يعني في توجه لعدم يعني سياسه انصاف ترك هذين الشباب او توجيه الشباب للحصول على هذه الوظائف. هي المساله مو مساله ان انت تقول البحريني هو الخيار الافضل وتتركها في السوق على الهواء، روح انت لا تخرج، مو بس كذي انه يكون في فعلا حقيقه انه يكون في سياسه من قبل الدوله لجعل الافضل. يعني انا لما اروح مدرسه بريطانيه او لما اروح مدرسه انجليزيه او هنديه ابي اكون مدرس مثلا، فعلا يجدون ان انا كخيار حتى من ناحيه الكلفه انا افضل من الاجنبي. هذا من يسوي اخوه؟ مو تجيبه وتقول له روح انت الخيار الافضل. شكرا. شكرا. خلاص داخله. طبعا انا اتفق معك، يعني بس يعني نحتاج ان يكون سواء في السلطه التنفيذيه او التشريعيه الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذا ما بيجي الا لازم لا لابد ان تكون هناك اراده حقيقيه. لازم تجيب المناسب وتجيب التشريعات لهذا المناسب قادر على تنفيذ. بالضبط يعني بالضبط يعني لذلك انا اقول لازم تكون هناك كثيرين مناسبين كانوا موجودين ولكن مقيد. يجب ان تكون هناك اراده، يعني عندك الرجل المناسب في المكان المناسب في السلطه التنفيذيه والتشريعيه، وعندك اراده ايضا الى اراده اصلاح حقيقيه. اذا لم تكن هناك اراده اصلاح حقيقيه طبعا لا يصلح الامر. هناك افضليه عندنا خيار الأجنبي مفضل على البحريني، أنا أقول لك الحقيقة. هي من ناحية التشريعات. عندنا البحريني نفس المعاملات الأجنبي، بس الأجنبي مفضل على أحسن. صحيح. كذا صرت واقع على إيه. فليتفضل الأستاذ علي يحيى ليلقي كلمة حول المركز الشبابي، وستكون آخر فقرة في هذه الندوة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كلمتنا راح تكون وقفة استنكارية لاستدعاء الشيخ علي سلمان هذا اليوم بسبب تغريدات على تويتر. نرجو رفع صور الأمين العام لنسجل موقف من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يقف مركز البحرين الشبابي التابع لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية موقف المستنكر لقيام السلطات البحرينية باستدعاء أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والتحقيق معه لأسباب تخص حرية الرأي وحق التعبير عبر برنامج التواصل الاجتماعي تويتر. إن مركز البحرين الشبابي يقرع جرس الإنذار مع القارعين لما وصلت له مملكة البحرين من تضييق مستمر على حق التعبير في الرأي بأن ملأت السجون من المطالبين بحقوقهم والمنتقدين لأداء السلطات، وهو ناقوس خطر يصيب الوطن وينبئ بتدهوره إلى مستويات خطيرة على المستوى الحقوقي والسياسي. إننا في الوقت الذي نستنكر ذلك
فإننا نطالب بإطلاق الحريات في البلاد وإلغاء التشريعات المتناقضة مع هذا الحق، والتي أصبحت أداة طيعة يكتم بها أي صوت معارض ويلقى بها المعارضون في السجون. ويلفت المركز أن السجون قد غصت من معتقلي الرأي الشباب، فبدل الاستفادة من تلك الطاقات الشابة في تنمية الوطن وتطويره، أصبح السجن هو مصير هذه الفئة الحريصة على الوطن، لا لشيء سوى لأنها طالبت بحق وحلمت بوطن يحتضن طموحاتها. إن مركز البحرين الشبابي يطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وحق التعبير، وعلى رأسهم سماحة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وكذلك معتقل الرأي الأستاذ مجيد ميلاد، ومعتقل الرأي الأستاذ إبراهيم شريف، وباقي الرموز والمدافعين عن حقوق الإنسان. شكرا لحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكور. حسنت.